هذا العام مقارنه مع السنه الماضيه كاين واحد الانخفاض في الثمن ديال الليمون. بحال هذه السلعه العام اللي فات كنا كنبيعوها 3 دراهم و50 فرنك، دابا كنبيعوها 2 دراهم وما كنكملوهاش، الفياج كيبقى 3 ايام حتى 4 ايام، وهذا الشيء راجع لهذا الفائض اللي كاين برا. كاين واحد الفائض كثير، كاين السلعه كتجي من برا كاين الفائض، هذا هو المشكل اللي خلى السلعه عندنا هنا كنقولوا تبوربي ما كتهش. دابا هذا الفياج عندي يومين، وها اليوم الثالث انا باقي ما كملتوش كما كتشوف معايا، 280 صندوق باقي ما مكملهاش. انا بجوج دراهم ما لاقيهاش فيها، والله الا جوج دراهم ما لاقيهاش فيها. كنهضر معك صراحه بالنسبه لهذه السلعه جوج دراهم، العام اللي فات بعتها ب 3 دراهم و50 فرنك، هذا العام ما لقيتش انا فيه حتى هو. فياج من نهار اثنين ها هو باقي ما كملش، حتى كتشوف معايا الشاحنه باقا تقريبا في واحد 100 صندوق، وهذا الشيء هذا الشيء كله راجع لهذا الشيء كله راجع كاين واحد الفائض برا. وكاين هذا العام مقارنه مع اللي فات كاين الانتاج، هذا العام الطوناج برا كاين. مثلا الفيرما اللي كانت عامله ولدي راه 500 طون، هذا العام مذوب الطوناج كاين حتى لا طون وما كاينش تصدير، وكاين واحد الفائض هنا في السوق. وانت كتشوف كتلاحظ معايا الناس بان هنا السلعه ما كتخرجش، هذا هو المشكل. اما شي حاجه اخرى العشره باقي كما كان، كنتمناو تكون شي حاجه زوينه تمادي. هذا العام راه بالنسبه للعشر بالنسبه للعشره باقي ما داروا معنا والو، نتمناو تكون شي حاجه.